رجعنا لكم على الفقره المميزه بتاعت الشيف ايمي اللي بحاول اعلم فيها الشيف محمود ازاي يطبخ. الشيف محمود عشان انا عايزاه بحاول اعلمه ازاي يطبخ، وطبعا هو مقدر ده جدا. كملي كملي. منورنا. ازيك يا ايمي؟ انت مرحله عن الفاتي النهارده. الحمد لله تمام. ازيك رنا منوره والاستاذه هويدا والاستاذه ايفون. مستعده تعلميني ايه النهارده؟ قبل ما اعلمك خد الورق. النهارده كان بنتكلم في الحلقه على التخطيط. التخطيط. انت بتخطط عموما لحياتك؟ لكل موقع يعني لكل حاجه ليها ليها مخططاتها. لا يعني وانت صغير خططت ان انت تبقى تشيف؟ يعني انا حبيت الموضوع من وانا صغير، بس ما تخيلش الموضوع هيبقى شغل بروفيشنال كده. طب مخطط ايه النهارده لينا عشان مخطط انا اعمل لهم النهارده في الخطه بتاعت النهارده؟ انا جايب ميه وازبيتيلو وجايب كوسه، والورده بتاعت الكوسه بنعمل بيها حاجات حلوه هوريكم النهارده هنعمل بيها ايه، وعامل بان كيك. ده زعلتني هنا بس هتصالحني هنا وهنا في دول كمان. بصي اول حاجه هنبدا بيها الميوز البيتيلو بالروزماري. انا جايب كيلو ميوز بيتيلو متقطعه مع خمس فصوص ثوم ومعلقتين زيت وملح وفلفل ومعلقتين دقيق وكوبايه ميه واربع طماطميات يكونوا متقشرين وعودين روزماري اخضر وعودين زعتر اخضر ومعلقتين بقدونس وليمونه قشر ليمونه. تمام. بصوا الاكله دي بتتعمل في ايطاليا كويس، اسمها اوسو بوكو. انا مش عشان ما لخبطكمش، هو اوسو يعني العضمايه، هي الفكره اوسو بوكو اللي هي العضمايه اللي فيها النخاع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عاجبني العضمايه على فكره وشكل القطع كده. اول حاجه بنعملها بنحط زيت، معلقتين زيت هنا كده، وبعدين مهم ان احنا يبقى عندنا دقيق، وناخد انت محيقها او حاجه ولا هي كده؟ لا هي كده. وناخد قطع اللحمه دي نحطها كده. واضح ان الجزار اللي احنا بنجيب من عنده هي في يعني الدقيق فريش. اوكي يعني لان شكل اللحمه انا اللي جايبها دي مش كده؟ انا اللي رحت للجزار. لا الجزار بتاعك فظيع شكلها حلو. لازم يبقى عنده طولة بال ولازم يبقى عنده ادوات يقدر يقطع بيها كل قطعه. لان حتى ما فيهاش حته دهنه عشان ما بحبش اللحمه. لا بغض النظر عن الدهون، هو المهم انه يضمن لنا ان في كل حته لحمه في العضمان اللي فيها النخاع دي، اللي بتدي طعم حلو قوي وبتقدري تاكلي النخاع اللي موجود جوه العضمايه. تمام. كويس. بتحطي كده اللحمه بالشكل اللطيف ده، وبعدين تحطي رشه ملح ورشه فلفل. وبعدين اجيب منديل. قولي شيف وانا هقول لك. بصي ما انا هقول لك. يعني احنا بالتقريب كده قطعتين 2 4 6 يعني حوالي نقول خمس قطع معقولين كويس. دول يكفوا كام؟ متفقناش على كده. حسب الشخص. الشخص مش هياكل اقل من اثنين يعني ممكن شخص يكفيه قطعه. يعني لو انا عازمه مثلا اربع اشخاص اعمل كام وحده؟ اعملي حسابك على 150 200 جرام لكل فرد. تجربت قطع لكل فرد؟ لا 150 جرام. 150 كيلو. بصي بنحط احنا معانا خمس فصوص توم بنحطهم زي ما هم. اوكي. وبعدين مهم يبقى عندنا مبشره وعندنا ليمونه. قشر الليمون في الطبق ده بيبقى حلو قوي. كده قشر الليمون. ثانيه زين نطفي على الزيت ده. هو ينفع الليمون الصغير بتاعنا الطبيعي ده؟ ينفع، بس هو اهم حاجه هو بيبشره وما يوصلش للابيض. ينفع بس دي علشان كبيره شويه ف ده اسمه ليمون ايه؟ ده أداليا؟ أداليا. أداليا. كويس. بصي البشر بتاع الليمون ده اللي هو الليمون الايطالي بيدي. احنا بنقول عليه ليمون أداليا. أداليا. بصي بيدي ريحه حلوه قوي. شمة ما تقلقش. وبعدين روزماري باقه من الروزماري والزعتر الاخضر. روزماري. كويس. بنخليهم هنا كده على جنب. وبعدين ناخد دول في بتاعتي دي على طول بمسكها في كل حلقه. نقلب دي كده. ويريتها عملت حاجه مسكتها. الله لما دقت المكرونه البشاميل بتاعتك يبقى يتكلمي. هدوقك وهتنبهي. طول ما انا ما دقتش زفت. بصي كده بعد ما قلبناهم كده هنحط رشه ملح برده تاني كده ورشه فلفل وانا حابب احط معلقه من الزيت خفيفه. طب زيت ده زيت ايه؟ ده زيت ذره. ما انت عملت زيت زيتون. لا يعني لو حابه زيت زيتون، بس انا ما بحبش زيت الزيتون في الاول بيدي طعمه. الموضوع بتاع ان هو اخليه يتحرق ما بيديش وبتروح فايدته. والله ما بتروحش فايدته قوي على قد ما بيمرر الاكل. اوكي. كويس. خلاص احنا حطينا كده قشر الليمون وحطينا ده. بصي بقى بنحط طماطم. الطماطم دي انت مقشرها؟ مهم قوي تبقى متقشره.
وبعدين نحط رشة البقدونس كده، وعلى وشهم نحط ملح وفلفل، ونحط مية، كوباية المية. ليه مش مرقة؟ كده كده اللحمة هتطلع، اللحمة هتعمل مرقة، هتطلع مرقة. ونسيب دي على نار هادية لمدة ساعة. بعد ساعة هناكل طبق حلو قوي. طب انت عامل جزر؟ لان انا عايز ايه؟ عامل. اوكي عامل، ما تقلقيش. هندخل على الطبق الثاني، الكوسة اللي احنا قلنا عليها بالجبنة. تمام. مقاديرها انا جايب ورد الكوسة ده اللي كل بتوع الخضار بيرموه، لو لقيتوه هاتوه، مفيد جدا ومغذي. نمني الورد عشان كده بقى يغلوه. قطع جبنه، انا جايب قطع جبنه شيدر، لحمه مدخنه، اي حاجه، اي نوع حاجه مدخنه بتبقى حلو. كوبايتين دقيق ونص كوبايه ميه وبيضتين ورشه بهارات وملح وفلفل وزيت للقلي. بصوا بقى، اول حاجه بنعملها ده شكل الورديه لما بنفتحها من جوه بيبقى فيها جزء كده، الجزء ده بنشيله بيبقى مرر. ده البيبي بتاعها؟ بنشيله وبعدين نحط فيها من جوه حتت الجبنه، الجبنه كده. انا حاشي هنا كام واحده. عايز اوريكم شكل الكوسايه بيها. بصوا الكوسايه بتبقى اصلا ليها الورده دي، لما بنشيلها كده ونفتحها ما من جوه نشيل الجزء اللي احنا قلنا عليه طعمه ممرر بره، ونبدا نحشي. انا حاشي كام واحده هنا، ممكن انا جايب قطع بط مدخن، ممكن تبقى لحمه مدخنه، ممكن تبقى سلامي، ممكن تبقى اي حاجه مدخنه. هي دي اكله، هي دي اكله معروفه ولا انت اللي اخترعتها؟ لا بصي، انا الطلاينه بيستعملوا ده في الاكل. أوكي. وبيحشوها وبيعملوا اللي انا بعمله ده. أوكي. انا حشيته جبنه واي حاجه مدخنه. هم ممكن يحشوها جبنه موتزاريلا، ممكن يحشوها جبنه موتزاريلا، ممكن يحشوها جمبري، وفي نفس الوقت بيعملوا العجينه اللي انا بعملها دي. أوكي. العجينه هنا بنحط الدقيق عادي زي ما حطيت الصبح على يا مؤمن، يا مؤمن حط دي على هوت شوكليت. وانا اللي شربت. خليكم معايا، سيبوا يعني انسوا ايفون، ما تركزوش مع ايفون. ونحط الخميره، ونحط رشه سكر صغيره، ونحط البهارات، وبعدين نحط معاهم بيض وصفار، وبعدين بيض وصفار، وبعدين نقلب بالراحه خالص كده مع كوباية المية لحد ما تبقى عجينة كده. تمام كده. دي هنحشيها ولا هنعمل ايه دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. الريحة هنا طالعة قوية جدا عشان ريحة اللحمة حلوة. تقف تشمي. هنشغل على الزيت ده. هنشغل على الزيت. بصوا بقى، العجينة دي لما بسيبها لمدة ساعة تتخمر بتبقى كده. كويس؟ اوكي. وادي حباية الوردة الكوسة. انت حشيتها دي؟ اي حبايه الورد اهي، بناخدها نمسكها نغطسها في العجينه دي كده. وهي محشيه الحاجات الحلوه دي، ونحطها في الزيت السخن. هي العجينه. أيوة. العجينه ايوه، هي فيها فكره الحاجه المقليه، عارفه العجينه دي فيها خميره. فيها خميره. كويس كده. هنا ده برضو هي بنغمرها في الزيت. بنغمرها في الزيت. اوكي يا سلام. وبتطلع مقرمشه كده. شكرا فعلا. وعايز اقول لك ان الكالوريز اللي فيها بيبقى قليل. طبعا احنا بوظنا موضوع الكالوريز ده ان احنا قليناها. طب لو عايزينها بالكالوريز استفاده وبتاع، ما نقليش تدخل. ممكن تعملي على البخار مع لا. ممكن تعمل زي الخضار السوتيه، زي الخضار السوتيه مع نقطه زيت زيتون وعود زعتر. اوكي. خلوني يعني انتوا كده تخيلتوا ده. هوريكم شكله، هوريكم شكله لما بيطلع بيبقى كده. ودي بقى هناك. قول لا قول لا. ودي اللحمه كمان. اتفضلوا يا بنات. اللحمه كمان ده الشبت شانيز. اتفضلوا يا بنات علشان انت طيب. يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. ده شبه القرنبيط كمان شويه. انا عارفه شويه من الحاجات اللي بتاخد عجين زي القرنبيط كده. بصوا بقى، الاكله الثالثه البانكيكس اللي انا عامله النهارده ده، عامله بالتوت. انا لقيت شويه توت احمر على اسود كده حلوين. الله. عملت بيهم البان كيك ده، عامله بالكراميل. مقاديره كالاتي: بحتاج كوبايه ونص دقيق وثلاث بيضات وربع كوبايه لبن ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه او رشه فانيليا ونص كوبايه توت اسود او احمر والكراميل للتزيين. كل اللي محتاجه هنا ان انا احط الثلاث بيضات مع رشه الفانيليا. كويس. ونضربهم شويه كده
كويس. وبعدين نحط الدقيق مع البيكنج باودر والتوت. كويس. اللي حابب دي تبقى مسكره ممكن يزود 3 4 معالق سكر، بس انا اكتفيت بالسكر الموجود جوه الكراميل. لا الكراميل. كويس. وبعدين نحط اللبن كده. الكراميل ده كراميل ايه؟ حط سيرب. ده سيرب كراميل. لا انا عامل كراميل زبده وكريمه وسكر، يعني حرقت السكر لحد ما اتكرمل شويه، وبعدين حطيت عليه معلقتين زبده وكوبايه كريمه. اوكي. وسبته على النار يغلي لحد ما بقى كراميل. لما بيبرد بيبقى حلو قوي، يتقدم مع الحاجات دي. بصوا العجينه ابتدت تبقى تخينه. كويس. انا مش عايزها تبقى اخف من كده، ممكن تبقى اخف من كده حاجه بسيطه. دي عجينه البانكيك، احنا ما بنعملش كريب، بنعمل بانكيك. البانكيك بيبقى الكثافه بتاعه العجينه اتقل شويه. طبعا ده لونه وفوائده حلو جدا. كويس. انتوا ممكن تقطعوا عليه فراوله بعد ما تعملوا حبات الكيك، ممكن تقدموا جنبه ايس كريم. وبيتعامل معامله الكريب، يعني مهم ان يبقى فيه طاسه على النار تبقى دافيه مش سخنه قوي، وبعدين معاكم منديل وتحطوا نقطه زيت في الطاسه دي كده، وبالمنديل تمسحوا كده، وبعدين بمعلقه تحطوا تفرش يا دوب معلقه صغيره كده وتسيبوها تفرش. تفرشيه زي الكريب. مش زي الكريب. ليه بقى؟ هي زي القطايف. لان هي البيكنج باودر اللي فيها، البيكنج باودر اللي فيها بيخليها تطلع. برافو يا رنا. بتحبي البانكيك؟ انا بحب المطبخ كله. طيب احنا شبه خلصنا. خلونا نراجع على مقادير البانكيك. احنا حطينا الدقيق مع البيض والفانيليا والبيكنج باودر، وحطينا التوت. لو عايزين نحول الموضوع ده نخليه لونه احمر قوي، ممكن نحط عليه بدل التوت فراوله. انا عايز اوريهم ده، عايز اوريهم دي وهي بتتقلب. مهم قوي ان هي بتقعد حوالي 30 40 ثانيه. وبعدين هجيب في حاجه هنا اداه من الادوات بتاعتنا، مهم تبقى معانا دي. بصوا بقى، لو عملنا كده ولقيناها بتتحرك ما نستعملش دي. دي محتاجه حرفه شويه. تقلبها كده زي بتاع ايوه. اوبا، حلو قوي اللون الذهبي ده. يا سلام. إيه؟ انت عملت كده، اتقلبت كده. غمست لها بس. غمست لها. بصوا مجرد ان هي اتقلبت، لا هنا لا دو ولا تريه، البيكنج باودر بيبدا يرفعها فبتبقى هشه. لو حطينا لها سكر بيبقى طعمها حلو. او ناخدها ونبدا نحط لها الكراميل. لا لا جايب توت وبتاع. شكلها حلو قوي. انت حاطط ايه من فوق؟ ده توت. ده توت. لا ده سكر. صوص الكراميل اللي احنا قلنا عليه. التلات اطباق. خلي بس وري الناس شكل الطباق لو سمحتوا. صوت ده نشكرك بجد جدا يا شيف. الاكل حلو وشكله ريحه تحفه والشكل حلو قوي. انا بمناسبه السؤال الاولاني، انا ما كنتش مخطط ان انا اعمل الاكل ده، بس هو انا دخلت سوبر ماركت فلقيت الورد بتاع الكوسه ولقيت قطع الاسبوكو دي، فخدنا الجو، خدنا الجو للاتجاه ده. شفت الصدفه برضو بتعمل شغل حلو جدا. طبعا يا جماعه دي اخر حلقه لينا لغايه بعد رمضان ان شاء الله، الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم بالف صحه وسلامه. هنشوفكم ان شاء الله بعد شهر نعيد معاكم. هنجيلكم في العيد نعيد معاكم. بس لازم نقول حاجه بقى عشان احنا نرحب برمضان. يلا بقى نرحب برمضان. مرحب شهر الصوم. يلا ايمي. مرحب شهر الصوم. مرحب لياليك عدت بأمان، بعد انتظارنا وشونا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشونا إليك جيت يا رمضان. هاي ناكل بقى. ومرحب شهر الصوم. مرحب ليالك عادت بأمان، بعد انتظارنا وشونا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب. لا رنا انت فايتك كتير جدا.